تجاريا دائما يختتم أمس الصالون الدولي للمرأة فعاليته، وقد عرف الصالون مشاركة معتبرة للعديد من الشركات الوطنية الضالعة بمجال التجميل، ومن بينها شركة أورليس عبر تشكيلة متنوعة من منتجاتها وعروض مميزة لزوار المعرض. تغطية لصحة النونس. شركة راك كوزميتيك أورليس شركة جزائرية اللي تصنع مستحضرات التجميل ومواد التجميل بباقة كاملة لمواد التجميل اللي فيها كامل أنواع اللي تستخدمهم المرأة الجزائرية، سواء المرأة سواء الرجل، لكن بنسبة كبيرة تخص المرأة. مشاركتنا اليوم نظن أنها كانت واجب أن نكونوا حاضرين في هذا المعرض بما أنه يخص المرأة، والشركة تاعنا تنتج المواد اللي تخص المرأة بنسبة كبيرة. لهذا شاركنا، راح يكونوا فيها دي بروموسيون لهم، دي رميز، دي كادو لهم اوسي، دي طومبولا اوسي اللي يحب يشارك معنا. دونك هذا هو الهدف من المشاركه. سي حتى كاين اوليو باش المراه تجي لعندنا، حنا رحنا لعندها هذا.